صباح الخير وسعادة على كل مشاهدينا اللي بيشوفونا النهاردة لأول حلقة في برنامج صباحك مصري. حلقتنا النهاردة هيكون فيها فقرات متنوعة، وفي البداية هبدأ مع ميك اب ارتست اللي منورانا النهاردة إيناس سيد، برحب بيكي. والموديل القمر إسراء معانا لتاني مرة، مرحب منورينا طبعا النهاردة، برحب بيكم. طبعا هيكون معانا في الفقرة الأخيرة شيف رئيسة، صباح الخير. النهارده هنبدا فقرتنا الاولى مع ميك اب ارتست ايناس سيد، وهتكلمنا الاول عن بداياتها. صباح الخير عليكي الاول. كلمينا بقى، قولي لي انت بداتي ازاي في مجال الميك اب؟ بصي، هي البدايه من صغري بحب الميك اب وكده، بس الميك اب الهادي، كل ما بيبقى هادي كل ما بيبقى حلو. ويعني الشغل في الميك اب يعني بدأ من بدري، عشان كده بالنسبه لي الموضوع سهل. انا في البدايه طبعا حابه اشكرك على اللوك الهايل اللي انت عملتيه لي ده، تسلم ايدك. طبعا انت غيرتي فكرتنا عن الميك اب خالص يعني، فانا عاوزاكي النهارده كده نهدى وكلمينا بقى بالراحه. انت قلتي بداتي من وانت صغيره، فهل اسقلتي ده بقى بكورسات وكده ولا ايه؟ اه طبعا، خدت كورس مره واحده مع حد يعني ما شاء الله عليها ممتاز جدا، وهي اللي اسستني في بعض حاجات، بس ما شاء الله عليها ممتازه ما شاء الله. برافو. انت بقالك بقى كام سنه؟ يعني عرفت ان انت فتحتي بيوتي سنتر وشغاله دلوقتي. بقالي بالظبط سنه فاتحه البيوتي سنتر، بس بقالي كتير في المهنه، والميك اب لسه بادئه من فتره، بس ما شاء الله الشغل بعد الكورس اختلف. طيب ايناس، انت النهارده مقدمه لنا في يعني مفاجاتين. مفاجاه ان احنا هنعرف البنات شويه نصايح يمشوا عليها في البيت ان شاء الله، صح كده؟ مش هنبخل عليهم باي حاجه. لا 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 ان شاء الله. وشويه بقى ان انت محضره مفاجاه، بتقولي ان انت هتعملي لوك ميك اب يومي بمكون واحد بس، الروج. ايوه، هنستخدم مكون روج، هنعمل ان شاء الله لوك كامل بدون اي فاونديشن، بدون اي كونتور او هايلايتر. احنا بس هنستخدم حاجه بسيطه من الهايلايتر، الكريمي. لان البودر انا مش برشحه غير للعروسه للوك كامل. طيب. الكريمي سيمبل جدا. طيب طبعا احنا هنشوف ده، بس في البدايه عاوزه بقى تكلمي البنات تديهم بقى نصايح اسبوعيه. اولا البشره نقشرها قد ايه؟ كم مره في الاسبوع؟ مرتين في الاسبوع. تقشير، نعمل تقشير بايه بقى؟ بسكراب مثلا، لو هنعمل مكونات طبيعيه من البيت يعني. بصي، مكونات طبيعيه في البيت انا برجح دايما القهوه والعسل، دايما القهوه والعسل برجحه جدا، هو حلو جدا لجميع انواع البشره يا ايناس. لا، مش لجميع انواع البشره، مش لجميع انواع البشره. يعني ممكن البشره الدهنيه ما ينفعش استخدم لها غير سكراب مره واحده بس في الاسبوع. حلو قوي. كنت هسالك على ترطيب البشره الدهنيه، مجهزه البشره الدهنيه دايما ليها مشاكل كتير معايا في الميك اب. زي مثلا انا ممكن ابقى شغاله في بشره دهنيه الاقي مسامتها بتوسع معايا في الشغل والفاونديشن بيتشرب بسرعه. لا، احنا ممكن نقفل ده كله، بنستخدم الاول الترطيب ما يبقاش عالي، لازم ننسح منه واحنا بنستخدم، بالذات مع البشره الدهنيه دي اكتر مشاكل بتقابلني فيها. طبعا بنستخدم التونر لانه من الحاجات الحلوه جدا اللي بيقفل معايا المسام بسرعه وبينظف لي البشره. بالمناسبه ده كان سؤال برضو اسالك عن المسامات الواسعه، ايه بقى نستخدم لها ايه او نعالجها ازاي؟ اولا انت بتعملي لها سكراب قبل الميك اب وبتسيبي بشرتها تهدى، في كل مرحله لازم تاخد راحتها، البشره ترتاح جدا. تمام. بعد كده بنبدا نعمل لها تونر، وبعد كده بنبدا نرطب ترطيب بسيط جدا، مش كتير، ولو حسينا ان هو كتير مفيش مشكله ان احنا نمسح منه حاجات بسيطه. تمام. عشان ما الدهون ما تفرش معايا، يحصل مشكله معايا وانا بعمل الفاونديشن. تمام. بعد كده بعمل السيروم للوش، مش كريم مرطب، السيروم قوي على البشره. البشره ثلاث طبقات، المرطب لازم، دي حاجه الناس تاخد بالها منها. الكريم المرطب بيشتغل على طبقه واحده بس، بيعمل معايا كوفر لطبقه واحده بس. السيروم بيوصل للطبقه الثالثه وبيبقى حلو جدا معايا، بيقفل لي المسام بسرعه وبيرطب لي البشره كامله. تمام. طيب واحنا بنتكلم عاوزين نشوف اللوك بقى والمفاجاه اللي هنعملها النهارده على اسراء. وقت الحلقه طبعا علشان ضيق، انا مجهزاها كونسيلر ومجهزه لها الهير باي هير، الحواجب. ده هشرحه وانا بعمل دلوقتي، بس عشان وقت الحلقه انا بادئه فيه. طيب لو نقوم بقى وناخد بقى الحاجات، شايفه حاجات سيمبل وبسيطه ازاي؟ طيب هنبدا بقى مع ايناس، بس الاول طبعا هتشرحي لنا على اسراء، تقولي لنا ايه انت عملتي ايه الاول. الاول احنا كنا مظبطين البشره ومرطبينها كويس جدا،
واسراء بصراحه يعني هي ما بتتوصاش معايا في الترطيب. برافو يا اسراء. بس احنا في بنات بتقول انا عندي هالات سمراء، طب انزل بيها الصبح ازاي؟ انا بقول دايما ان انت تستخدمي درجه الكونسيلر بتاعتها تبقى درجه مش فاتحه ومش غامقه، الاول تحطها تحت العين تشوف هتدي معاها درجه ايه. دلوقتي احنا حاطين لاسراء، طب انت هتقولي لي بشره انا مش دلوقتي انا لون عن نفسي مش شايفه ان هي حاطه حاجه. بالظبط، هو ده المطلوب، ان انت تبقي نازله الصبح زي حضرتك كده، زي بنبقى نازلين الصبح مش عايزه اللي يشوفني مش يقول عايزه يقول دي حاطه شكلها ميك اب. صعب او ما يحبش بالظبط، الشكل احنا بقى. بنشتغل على الحته دي، ان احنا نشتغل بلوك واحد اللي هو روج، بعمل بيه لوك كامل. تمام. طبعا طب انا مش هرسم حواجبي وانا نازله الصبح، تمام، ده ما يمنعش ان انا امسك الفرشه سنه بسيطه ابدا ان انا اشتغل على الهير باي هير بتاع الحواجب، شعريه بشعريه، ارفع الحواجب لفوق وابدا اشتغل شعرايه فهتدي بشعرايه، اللوك اللي هو هتدي الناتشورال اللوك ده اللي احنا شايفينه ده، طبيعي. بلس ان حواجب اسراء مفرغه، فاحنا اشتغلنا على ده بسرعه جدا زي ما عملت كمان مع حضرتك. تمام. فدلوقتي احنا حطينا طبقه الكونسيلر ومش بنوزعها على الوش كله، انا موزعاها تحت وفوق العين، مش مستحب لاي واحده ما عندهاش اي امكانيات، انا جايه مش جايبه اي امكانيات معايا، واللي حطالي حطالك منه حطالها. تمام. مش مسموح منك اي امكانيات، هو الكونسيلر والروج بس، مش هنستخدم اي روج حاجه ثانيه، بس يا جماعه روج بس. روج بس بالظبط، احنا مجهزين البشره معايا، البشره مترطبه كويس مترطبه ومحطوط لها كونسيلر بس. كونسيلر، طب انا دلوقتي مش هينفع احط كونسيلر واجي احط بعديه فاونديشن، انا نازله الصبح. طب لا يا نوس، انا عايزه احط الاثنين مع بعض، هبتدي احط الفاونديشن بطبقه بأبسط مما يمكن، حاجة طبقة بسيطة بسيطة جدا، مش بالبيوتي هحط بلندر وهفرش وبالبيوتي لا بيوتي بلندر، انا بستخدم لها الطبطبة، الطبطبة تفرد تمام. معايا وبالراحة، كل ما تتسرعي كل ما الوش بيتبهدل معاكي اكتر. تمام. تمام. اسراء مش هحط لها الكوفر كامل على الوش كله، حط لها بس تحت وفوق العين، لان زي ما قلت لك احنا بنعمل لوك للبنات اللي ما للبنات عندهاش اي للصبح. امكانيات. اوكي، وما عندهاش امكانيات، صح، ده حلو بالظبط، بقى. ولو قربنا شويه هنلاقي ان في هنا اصلا هالات انا مدرياها بالكونسيلر، بالكونسيلر باين ان برضه هي طبيعيه جدا، ما فيش فرق ما بينها وما بين الوش. فعلا. طيب الروج هبداه، الراحه بقى كده علينا واحده واحده. حاضر. الروج دايما ببداه ان لما باجي احط بكون قافله بقي عشان اعرف اظبط الروج واشوف تمام. بدايته من نهايته. حلو جدا. هنبدأ بالروج الأول، لان انا زي ما قلت وطبعا لك الألوان بتلعب دور كبير في ان انا استخدم لون هادي الصبح بالظبط يعني. كده، احنا زي ما قلت لك اول ما جينا طلعنا قلت لي انا لابسه، قلت لك انا هعمل لك حاجه تمشي على اي حاجه. فعلا. ما انا ده اللي بسألك فيه، ان اللون بالظبط. زي ما قلت اللون الصبح او الوان الميك اب لازم اللي يشوفني يعني يحب يبص. يحب يبص لك، ما يقولش مش ايه ده، يقول لا ده روج فاتح قوي وهي لابسه فوشيا وحاطه فوشيا، لا انا دلوقتي كسرت قاعده ان انا خارجه بابيض واسود، طبعا مش هحط ابيض واسود في وشي، لا انت عندك مثلا كشمير، عندك الالوان اللي هي الترابيه حلوه بتلعب معاكي دور كبير جدا في وشك، معانا طبعا اسراء قمر، هي مش محتاجه اي حاجه طبعا. هي ما شاء الله عليها، نفس دي بقى الروج اللي حطيت منه بص ابدا بقى اعمل البنات منه بقى. البلاشر السلام. الروجو، سوري انا اسفه، الفرشه، الفرشه، شكرا. بصي حاجه بسيطه خالص خالص، اديت شكل تاني علشان خالص. انا بيصادفني ناس كتير قوي بتقول لي طب يا نوس انا ما عنديش الامكانيات بتاعت الميك اب ارتست، لا صح. يا قلبي انت مش لازم أن يبقى عندك اي امكانيات بتاعت ميك اب ارتست خالص، انا الصبح اسراء اتصدمت لما فوق بقول العين لها فوق العين فوق فوق العين العين فوق العين وبصباعي كده، حاجه بسيطه جدا هبدا ان انا ادمج، مش لازم انا اروح اجيب طقم فرش ب 2000 و انت موفره جدا واقتصاديه جدا. واحنا كده مش هنحبك لازم قوي. مش لازم انا اروح اجيب حاجه غاليه جدا علشان ابدا اعمل بيها ميك اب كامل، لا ده ميك اب بقى يمشي معاكي صبح ويمشي معاكي ليل. بصي شايفه فعلا ده شكل تاني خالص. وبتبداي بقى تدمجي تبلندي كده بصباعك، حلو موضوع الصباع ده برضو، اهو بصي، حلو جدا. وبتبداي بقى بصي بيطلع معاكي طبقات طبقات طبقات، بيديكي الدرجات تحفه 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 بجد. حاجة هادية خالص بسيطة، اسراء قمر ما شاء الله عليه. الهايلايتر، طيب مش محتاجة ان انت تجيبي هايلايتر خالص. قلت لي الباودر لا لا، ما بش برجحه، برجحه لو لشغل اساسي عروسة حاجة، الهايلايتر انت بتبتدي مش لازم تحطي على مناخيرك
كتير علشان خاطر ما تديش مع الدهون نسبة لمعان عالية قوي على الصبح. حاجة بسيطة اهو خالص. باين اي حاجة يعني يا دوبك بس. اقسم بالخالص خالص. ويمشي معاكي الكل، ويمشي معاكي السهرة، يمشي معاكي للصبح للجامعة. البنات اللي بتروح الجامعة اليومين دول بتبقى نازلة بطريقة في الميك اب كتير قوي. لا لا اهو قدامكم ان انتوا تعملوا كذا لوك خالص. برافو 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 بجد. اماكن الاضاءة بس هي اماكن الاضاءة اللي هبتدي احط فيها الهايلايتر. تحفة. وكده هو ده لوك كامل زي القمر. بصي فوق ولا هيعمل معاكي اي مشكله، حتى لما يجي يعرق معاكي. انا حاطه اللوك من الساعه 4 مش بهدله بقى انا حاطه اللوك من الساعه 4 وانت عملتي لوك ودخلتي كملتي لبسك. حاسه باي عرق؟ حاسه باي لا حاجه؟ لا 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 خالص خالص فعلا. طبعا في الصيف تسلمي. اتفضلي كده خلصنا. طب اتفضلي بقى نكمل. الصيف عشان في ناس كتير بتتكلم في الحوار ده، انا دايما بقول ان في الصيف انا بحب استخدم مع اي منتج احطه على وشي، فاونديشن، كونسيلر، اي حاجه، دايما اللوز باودر. اللوز باودر تبقى اساسي معايا. طب انا دلوقتي مش هستخدم لوز باودر ليه؟ لان انا طالعه بامكانيات اقل مما يمكن. الماسكارا اسراء انا حاطه لها ماسكارا وهي مش عايزه اعيد لها عليها علشان خاطر هي حابه اللوك. هو اللوك هادي وبسيط وينفع لحاجات كتير جدا 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 كدا. برافو عليكي. انا بس عاوزه منك كده في النهايه قولي لي سؤال، جالنا الشفايف اللي فيها جفاف وخصوصا في الشتاء يعملوا ايه؟ دايما يعملوا سكراب للشفايف. سكراب ايه بقى؟ وبعد ما تعمل السكراب ممكن مثلا ان هي تعمل سكر، تعمل السكر وتحط عليه العسل، معلقه عسل، وتعمل السكراب للشفايف، بيبدا يقشر معاها الجلد الزياده. بعد أوكي. كده ممكن تجيب الليب بال اللي هو زبده كاكاو، ممكن تحط اي حاجه بترطب تحطها بالليل قبل ما تنام. أوكي. والصبح لما تيجي تصحى بتلاقي برده في اثر خفيف جدا معاها. ممكن تحط مثلا كريم مرطب، كريم مرطب على الشفايف، وتمسحه دايما بروج، تمسحه دايما بالمنديل. بشكرك جدا يا انيس. انا عاوزه منك في النهايه بس تقولي كده البيوتي سنتر بتاعك بيقدم ايه؟ البيوتي سنتر بتاعي شامل كل حاجه، وبيقدم العرايس ان شاء الله باذن الله. هنبدا نشتغل في العرايس لان انا ما كنتش شغاله عرايس، كنت بروح اوردرات بره. هبتدي ان انا اشتغل في العرايس، وان شاء الله باذن الله هنبدا نطور في حاجات كتير فيه، زي مثلا ان انا هبدا اعمل فيه تاتو، ميكرو بليدنج للحواجب ان شاء الله باذن الله. نبدا نعمل فيه بقى حاجات تانية كده كتير اكتر من ان هو بيعمل مثلا حواجب، شعر، تخصص جسم، بشره. انا طبعا مبسوطه ان انت كنتي موجوده معايا النهارده، وانا اتعلمت منك حاجات كتير جدا في الميك اب ما كنتش اعرفها. وطبعا لو قعدنا وخدنا حلقات واتكلمنا فده مش هيكفي. بشكرك جدا يا انيس، وبتمنى لك دايما التوفيق والنجاح باذن الله وتحققي كل اللي بتتمنيه. بشكرك جدا يا اسراء، بشكرك على اللوك الهايل ده. نورتوني النهارده، وان شاء الله انتظركم في حلقات جايه كتير ان شاء الله باذن الله. مشاهدينا انتظرونا بعد الفاصل وفقره جديده مع فقره الاطفال.